نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنواصل لقائنا معاكم. ومصر جميلة، هي دايما بنهتم بكافة الزيارات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج لجميع الدول، سواء كانت الدول العربية الإفريقية والأوروبية، لدعم العلاقات المصرية الخارجية. ولكن في دول نقدر نقول ان في نوع من العلاقات التاريخية الطويلة وأواصر الصلة المرتبطة بينا. لما دايما بتيجي السودان بنقول السودان الشقيق، عشان كده دايما منزلة السودان بالنسبة لمصر منزلة خاصة جدا. بالأمس كان تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السودان لحضور ختام أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوداني بدعوة من الرئيس البشير. أهمية هذا التواجد وانعكاسه على العلاقات المصرية الخارجية بشكل عام والعلاقات المصرية السودانية بشكل خاص في التوقيت الحالي، خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع. واسمحوا لي ان انا ارحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده في مصر جميله، وارحب بالكاتب الصحفي الاستاذ علاء عبد الوهاب رئيس تحرير كتاب اليوم. اهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. صباح الخير يا فندم. اولا شايف ازاي دلوقتي شكل العلاقه ما بين مصر والسودان، ويعني اهميه زياره الرئيس الى السودان بعد ما كان عمر البشير رئيس سوداني في مصر قبلها بكام يوم؟ يعني في كده نوع من التواصل في العلاقه ما بينهم، ده صحيح. شايفها ازاي الجزئيه دي؟ يعني الحقيقه انا شايف انه يعني الاشياء يجب ان تعود الى اصلها. الاصل بالفعل انه مصر والسودان في وجهه نظري بتتجاوز مساله العلاقات التاريخية والعلاقات الممتدة ودور الجغرافيا والتاريخ المشترك، إلى كيف تصنع مصر والسودان مستقبل مشترك. يعني أعتقد أنه بالنسبة للقيادة السياسية في الدولتين، أعتقد أنه هذا ما يجب أن يدور في الأذهان في دوائر صنع السياسات وصنع القرار. لأنه الحقيقة الفترة اللي فاتت والضباب اللي أحط، وربما يعني كلمة ضباب كلمة مخففة، المشاكل اللي أحاطت بالعلاقات، أعتقد أنه كانت بتطرح من رصيد الدولتين إقليميا وداخليا وربما أيضا دوليا، لأن أنت في واقع دولي مضطرب ومرتبك. فلما بيبقى بالفعل عندك وضع داخلي متماسك وانت في جوارك عندك علاقات ايجابيه، بتدعم اي تحرك اقليمي او دولي ليك. ينطبق هذا على السودان كما ينطبق على مصر، انما ينطبق على السودان بشكل اكبر الحقيقه، لانه المشاكل والازمات اللي بيعاني منها السودان الشقيق اعتقد انها تهديد مصيري الحقيقه بدون ادنى مبالغه. يعني بلد منذ سنوات قليلة انقسم إلى دولتين، ما زالت هناك مشاكل في الشرق، ما زال هناك مشاكل في دارفور، حتى الشمال لا يسلم من المشاكل، لأنه المكونات السياسية الفاعلة والمؤثرة في الشارع غايب عنها رؤية يمكن أن تبلور رفاقا وطنيا، وبالتالي المسألة صعبة جدا بالنسبة للنظام السوداني. وبالتالي اقترابه من مصر في هذه اللحظة أعتقد أنه قرار ذكي وقرار ضروري، بشرط أنه ما يبقاش قرار تكتيكي. انعكاس هذا القرار على الاوضاع بقى، سواء كانت الاوضاع في السودان زي ما حضرتك تفضلت وقلت والاوضاع في مصر، احنا كمان محتاجين ان احنا نستفيد من هذه العلاقات بالشكل الحالي في النواحي الاقتصاديه بشكل اساسي. تمام. والتنميه الاقتصاديه، شايف ده يحصل ازاي وايه اهم الخطوات اللي يجب اتخاذها؟ يعني خليني اقول انه العلاقات المصريه السودانيه جزء من دوائر أوسع. السودان عربي وبالتالي بيشتبك مع الدائرة العربية في السياسات اللي بتصنعها مصر. السودان إفريقي وبالتالي الدائرة الإفريقية مهمة جدا وأحد الدوائر الأساسية اللي بتمثل عمق حقيقي لأي انطلاقة مصرية. يعني خلينا نقول إنه السودان بيلعب دور قاعدة ارتكاز ليك كمصر في حركتك الإقليمية ومن ثم الدولية، وأيضا نقطة انطلاق قوية
إذا كان بالفعل أنت بتستند على مكون متماسك. خطورة الأزمة في السودان الحقيقة إن بالنسبة لمصر بعد طبعا ما لا قدر الله يكون في أي مشاكل جوه في السودان، أنت القاعدة اللي بتستند عليها جنوبا وبتمثل عمق استراتيجي ليك في الاتجاه الجنوبي لما تبقى لا قدر الله مفتتة، يعني لما يبقى في مشاكل ما زالت قائمة وما زال هناك صراعات مسلحة، ويكفي علشان ما حدش يقول ان انا ببالغ في تقريبا كذا و30 37 قوة مسلحة بتشارك، يعني معترف بيها، يعني النظام بيعترف ان 37 دول موجودين كويس، وفي كذا و70 حزب. فانا ما عنديش مشكله بالنسبه للناس اللي بتحط يافطه على زي اللي حصل في مصر، احنا متجاوزين ال100 حزب، فاحنا بيتنا من ازاز بالنسبه للحاله الحزبيه، مش هنتكلم في المساله دي. انما هو الخطير انه انت عندك عدد كبير من الحركات المسلحه اللي عندها اهداف مرات بتبقى بدون سقف، او سقفها انه ياخد حته ويرفع عليها علم، تمام. وبالتالي هذا التهديد الحقيقة أنا شايف أنه تهديد للأمن القومي المصري بشكل مباشر، لأنه مصر هذا الكيان الضخم لما يبقى فيه استناد على قاعدة مفتتة، أنا أعتقد أنه طبقا لنظرية الدومينو يكفي مثلا أشير لقصة النوبة. إحنا عندنا في النوبة في جنوب مصر وفي نوبة في شمال السودان، في النهاردة الناس دي بتلتقي بدعم خارجي على أنه يبقى فيه كيان نوبي مستقل، تمام. فدي مشكلة تؤرق، يعني لو حصل لا قدر الله تفتيت في شمال السودان كويس، أول النعرات اللي هتعلو بصوتها هي النعرة النوبية، تلتقي مع ناس في الجنوب مع أصداء خارجية ودعم خارجي. وبالتالي أنا يهمني بالفعل بشكل حتى براجماتي بحت انه السودان يبقى هذا الكيان الموحد القوي، ويكفي انفصال الجنوب عن الشمال، تفتيت الشمال، مشاكل الشرق وبالتالي الدعم المعنوي اللي تمثله زيارة الرئيس، لانه الراجل راح في الزيارة الختامية، كان في بعض رؤساء الدول وكان في بعض ناس بتمثل جهات اقليمية او هيئات اقليمية ودولية، ده كله جميل. انما الوجود المصري على مستوى الرئيس اعتقد ان ده يمثل دعم معنوي، خاصة وان لمصر علاقات مع بعض المكونات الاساسية والحقيقية في المشهد السياسي السوداني اللي ما كانتش مشاركة في الحوار. يعني احنا عندنا علاقات بحزب الأمة طيبة، عندنا حتى علاقات يعني بعض اليساريين في مصر عندهم علاقات. انا في الحالة دي انا عايز كل مصر تشتغل على الملف السوداني، يعني ما يبقى في بعض القوى اليسارية عندها علاقة بقوى يسارية لم تشارك في الحوار، انه يبقى في توافق مصري على شكل الحركة. انا عندي اتنين بيمثلوا جزء من القوى الناعمة في مصر رغم ان هم اشخاص، عندي الاستاذ محمد فايق ربنا يديله العمر والصحه، وعندي الاستاذ حلمي شعراوي اطال الله عمره. الاثنين الحقيقه عندهم علاقات افريقيه مش بس في السودان الشقيق. فانا اعتقد انه احنا مطالبين، وربما يكون انا ما عنديش معلومه انما استنتاجا انا متصور انه الرئيس عمر البشير ربما يكون اقترب من هذه النقطه في حديثه مع الرئيس السيسي، وقال له انت عندك ناس تستطيع انها تساعدني في لم الشمل السوداني. اعتقد انه ده بعيدا بقى عن الوجود الذي يمثل دعم معنوي ورمزي الى ما هو اكتر من ده بخطوات عملية، بان بالفعل بعض المكونات السودانية انت تملك كمصر مفاتيحها، صح. وبالتالي لو في مرحلة قادمة للحوار ويبقى الحوار أوسع وأشمل لكل مكونات المشهد السياسي والفاعلين في المشهد السوداني، أعتقد أن مصر يجب أن يكون لها دور، ومصر مستفيدة. يعني خلينا نقول أنه ده مش بس الجوانب الأخرى، يعني خلينا نقول أنه مصر الحقيقة مستفيدة من طيب في ملفات مثلا، يعني طبعا جزء خاص بالمعارضة، احنا عارفين ان في معارضة كتير من السودان بيجوا مصر، ومصر بتحاول توفق ما بينهم وما بين الحكومة للوصول الى حلول، تمام. فده مهم جدا، مصر يبقى لها دور مش بس معنوي زي ما حضرتك بتقول، ده صحيح، ولكن يبقى دور عملي.
هل بقى التقارب ده هيغير مثلا في سياسات السودان تجاه موضوعات كان عليها خلاف زي سد النهضة، تقارب مع إثيوبيا من قبل السودان، زي تقارب مع الجماعات المسلحة الإسلامية المتأسلمة في ليبيا اللي ضد سياسة مصر؟ هل هنشوف بقى تغير في الوجهة دي؟ خلينا أقول أنه يعني هناك أيضا ملمح في الزيارة السريعة اللي قام بها الرئيس السيسي، ويجب ألا تفوت المراقب أو المحلل المتابع للمشهد خلال الساعات، مش هقول اليوم أو اليومين اللي فاتوا، أنه والرئيس موجود كان هناك قمة رباعية ضمت إلى جوار الرئيس السيسي والرئيس البشير رئيس كل من أوغندا وتشاد. تمام. أوغندا وتشاد، أوغندا يعني مشاكل حوض النيل. تمام. تشاد يعني الملف الليبي كده على طول يعني كويس. أنا بغض النظر عن ممكن بيانات تطلع شديدة العمومية، أيوة. إنما هؤلاء الرجال الأربعة اللي بيقودوا دول موجودة في منطقة مضطربة جدا، أعتقد أنه هذا الشكل من المباحثات لابد أن يكون مس الملفات الإفريقية بشكل عام وملف النيل وحوض النيل والملف الليبي، لأن تشاد موجودة في خلف الحدود الليبية ومشتبكة أيضا مع الحدود السودانية، يعني هي موجودة في نقدر نقول في مثلث خطير جدا كويس. وبالتالي مسألة وجود هذه القمة الرباعية اللي ما كانش معلن عنها قبل، يعني اللي كان معلن ان الرئيس رايح يحضر الجلسة الختامية صحيح. للحوار الوطني السوداني صحيح. فإذا بينا نفاجأ بده، أنا أعتقد أنه ده من حسن الترتيب، لأنه في الفترة الجاية احنا ممكن نلاقي بالفعل ملامح مختلفة للدور السوداني في مشاكلنا مع أو مشكلتنا الأساسية مع إثيوبيا، لأنه السودان إلى حد بعيد كان مال قوي ناحية إثيوبيا. أعتقد طبعا أن إثيوبيا بشكل دفاعي بتتكلم عن أنه لا، مصر لها دور في الاضطرابات. أعتقد أن أي حد بيفهم ألف في سياسة مش بيمارس سياسة يقول أن مش ممكن مصر في هذا التوقيت تعمل ده، يعني ليس دفاعا عن مصر الرسمية كويس، وإن كنت أنا بنتمي لمؤسسة صحفية قومية وبالتالي يعني لا يعيبني أن أنا أقول هذا الكلام، ولا يعيب أي حد فينا يعني أي وطني مصري طبعاً. ولا أي حد فاهم وعاقل يعني لأنه أنا متصور أن بعض القوى ممكن تطلع بيانات وعندها حسابات تقول لا إحنا بنناشد النظام المصري أنه ما يعملش كذا في إثيوبيا، ده مش صحيح ومش ممكن إنسان زي ما بقول يعني بأبجديات السياسة عنده يعمل هذه الخطيئة، ده مش ما يبقاش خطأ، ده يبقى شيء كارثي يعني. وبالتالي أنا أعتقد أنه إثيوبيا أما هتتعقل الأمور ويبقى في دور سوداني مختلف عن الدور اللي لعبته الفترة اللي فاتت مع إثيوبيا، بالعكس أنا أعتقد أنه تقدم إثيوبيا بشكل إيجابي في علاقتها مع كل من مصر والسودان يمكن أن يدعم النظام وليس العكس، يعني إذا النظام الإثيوبي هدي شوية وفكر بشكل عقلاني أعتقد أنه هيحسب حزبة مختلفة في كيف تدعمه علاقات إيجابية مع كل من مصر والسودان، وإزاي يخفف من الأزمة اللي كل شوية تندلع مع التقدم في خطوات إتمام بناء سد النهضة. أعتقد أنه الكل يمكن أن يخرج رابحا، يعني مسألة المعادلة الصفرية أن أنا هكسب كل حاجة وأنت تخسر كل حاجة ليست من ملامح هذا العصر في كل الدنيا، هي غير وردة يعني غير وردة تماما في فترات سابقة كويس، ان انا مثلا دولة بتحتل نص افريقيا فتخرج منها يبقى الدول دي كسبانة والدولة دي خسرانة، هنا المعادلة الصفرية. النهاردة انت كل لان في اطراف اخرى برضو استاذ علاء، يعني هي مش قاصرة على هذه الدول فقط، ولكن هناك اطراف اخرى بتتدخل لمصالحها الشخصية ربما بمصالح اقتصادية او غيرها من انواع التدخل اللي كلنا عارفينها وبتؤثر بيها. إن الناس بتتعامل في الغرب مع افريقيا باعتبارها الارض البكر، الساحة المستقبلية للعب والصراعات. انا شايف انه الحقيقة وجود رئيس البرلمان الافريقي على هامش احتفال مصر ب150 سنة على حياتها البرلمانية، الراجل قال كلام كويس قوي صحيح. واعتقد انه ده لازم يبقى له صدى في البرلمان الافريقي. اعتقد انه انت النهاردة
الفاعلين السياسيين المؤثرين ما بقتش الدول بس ولا المنظمات الدولية بس، بقت المنظمات الإقليمية ومنظمات غير معترف بها على المستوى الرسمي، ولكن اللي بياخد قرار لا يستطيع انه يغفلها، فما بالك بقوة زي البرلمان الافريقي في اطار الاتحاد الافريقي، لانك ما بقتش منظمة الوحدة، انت المفروض بقى لك جناح تشريعي، المفروض انه الدبلوماسية البرلمانية تلعب ادوار مساندة للتحرك الدبلوماسي الرسمي، ايضا الدبلوماسية الشعبية بعيدا بقى عن الاجندات الشخصية، لانه الحقيقة الدبلوماسية الشعبية في الفترة اللي فاتت تجاه افريقيا كانت الحياة بتخدم للأسف الشديد جدا على مصالح بعض الأشخاص، ومش دول لها مصالح اقتصادية، لا ده كان أشخاص لهم، فبيروحوا واخدين ناس بحسن نية وطلعين احنا الدبلوماسية الشعبية، فكانت الحقيقة النتائج لا تجير لمصلحة مصر على المستوى الوطني او المستوى الافريقي. وده يجب ان هو يكون منظم برضو يا استاذ علاء، يعني الدبلوماسيه الشعبيه تلعب دورها في اطار التعاون مع الدبلوماسيه الرسميه علشان نصل جميعا لهدف واحد. هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، العلاقات المصريه الافريقيه بالتحديد في الوقت الحالي بتشهد يعني اختلاف كبير جدا عما مضى من علاقات في مختلف المجالات، لكن انا عايزه النهارده اشوف انا هدفي ايه في مصر. هل هدفي بس ان انا اقوي هذه العلاقات من اجل تحسين الصوره وتحسين الاوضاع السياسيه والاقتصاديه داخل كل دوله، ولا الهدف اشمل من ذلك؟ على مدى السنوات القادمه ان شاء الله يجب ان يكون هناك تكامل مصري عربي افريقي لمواجهه التحديات الخارجيه اللي للاسف الشديد بتواجهنا كل فتره من الفترات. هو يا ريت يعني يبقى في زراعه تنفيذيه للمساله دي، ويمكن انا كتبت اكثر من مره واخرين كتبوا وبعضهم متخصص في الشأن الإفريقي تحديدا عن أهمية وجود وزارة. أنا عندي كذا و30 وزارة، نصهم ممكن ألغيهم الصبح أو أدمجهم، إنما وزارة شؤون إفريقية بتمعها الملف الإفريقي تحديدا، وكانت ناجحه ايام بطرس غالي والعلاقات، يعني احنا كنا رواد الحقيقه بعد الحقبه الاستعماريه في التواجد الافريقي. يعني انا مش هبتدي من الصفر، مصر مش هتبتدي من الصفر، انت لما بتروحي انت على فكره في لحد دلوقتي ناس بتسمي ناصر في افريقيا طبعاً. من غير المسلمين ومن غير العرب، صحيح تمام، فانت ما بتبتديش من الصفر، انت في عندك حقبه ذهبيه تستطيع ان انت تستعدها وتزيل الغبار عنها وتبني عليها. عندك خبراء في مصر ربنا يديهم طول العمر ما زال عندهم علاقات مع اجهزه ومع حكومات رغم سنهم الطاعن، ويستطيعوا ان هم يتحركوا لو مصر قالت لهم اتحركوا احنا محتاجينكم في افريقيا. السودان طبعا مش محتاج اقول ان احنا كنا وما زلنا كيان واحد، وهي علاقه حياه مشتركه الحقيقه، مش تاريخ مشترك، حياه مشتركه ومستقبل مشترك، بيستند الى جغرافيا وبيستند الى تاريخ والى مصالح والى لغه الى اخره، ولكن خلينا نقول انه غياب مصر الذي طال عن افريقيا يجب ان ينتهي صحيح. تماما، ونحن نستطيع ان شاء الله بكوادر متخصصه في ده وكوادر موجوده، احنا عندنا معهد للدراسات الافريقيه صحيح، جامعه القاهره فاهمه كل تفصيله في افريقيا، فاستطيع ان انا كصانع قرار ان انا استند في صناعه قراري الى خبراء حقيقيين والى خبراء ميدانيين خبروا ارض افريقيا على مدار اكتر من 50 55 60 سنه، زي الاستاذ محمد فايق مثلا كويس، وما زال الراجل يعني عنده القدره على العطاء، واخرين الحقيقه وفي بعض الناس مش نجوم كويس، ولكن عندهم من الخبره والقدره ان هم يدعموا التحرك الفعلي والميداني لمصر على المستوى الافريقي. طيب لو انتقلنا من الملف الافريقي لزياره النهارده اللي هي خاصه بالقمه الثلاثيه ما بين مصر وقبرص واليونان. تمام. احنا طبعا سمعنا الخبر امبارح بالليل، يعني ايه الهدف من هذه الزياره وهذه القمه؟ خليني اقول لك ان دي القمه الرابعه بين الدول الثلاثه. صحيح. خليني اقول انه مصر كانت الدايره المتوسطيه موجوده في الذهن، انما على مستوى الحركه تقريبا، يعني احنا في فتره الحقيقه اهملنا كل الدوائر، وكان
عنا على ملف واحد وكتلة واحدة كويس أو دولة واحدة كويس. فالحقيقة هذه المرحلة الحمد لله انتهت، فأنا هستطيع أن أنا أحيي الثلاث دوائر التقليدية اللي هي الدائرة العربية، الدائرة الإفريقية، الدائرة الإسلامية، ثم الدائرة المتوسطية، فأنا أقدر أفهم اللقاء أو القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في ضوء تفعيل حقيقي ومتواصل للدائرة المتوسطية. خلينا أقول أن عندنا علاقات جيدة بفرنسا، المشكلة اللي مع إيطاليا أعتقد أن بدأت تنقشع الغيوم الحمد لله. علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، احنا الاتحاد الأوروبي بيحتل في مسائل التبادل التجاري والاقتصادي مكانة متقدمة. فخلينا أقول أنه النظرة إلى هذه القمة لا يجب أن تكون في ذهن البعض محكومة بنظرة ضيقة قوي، انه انا بتعامل معاهم علشان اخبط في تركيا او علشان احجم اسرائيل، حتى لو في السكة ده موجود، انما المسألة اخطر واعمق وابعد من ان انا اناوش او اناوئ بعض القوى الاقليمية اللي عندي معاها مشاكل. والاهم من ده انه ده في يعني يجب ان ينظر اليه في دايرة اوسع، انه مصر القوية، مصر الجميلة زي عنوان برنامجكم، مش هتكون مصر القوية داخليا بدون تأثير صحيح. وقدرة على الفعل فيما وراء الحدود، بمعنى انه مصر القوية الجميلة المؤثرة القادرة الفاعلة لابد ان تكون على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي انطلاقا من قاعدتها القوية اللي هي بالاساس عربية وافريقية. هذه الدوائر حين تتشابك انا اعتقد انه في المرحلة الجاية نستطيع ان احنا نرى وجه مصر اللي غاب عنا وعنها لفترة صحيح. طويلة، مصر فعلا المؤثرة، مصر اللي صنعت او ساهمت، وده مش لازم ننساه، في صناعة النظام الدولي بعد انهيار النظام القديم ما قبل الحرب العالمية الثانية. مصر كانت شريك، مصر لما وقعت الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية في 56 كان ده إسهام حتى على المستوى الأكاديمي، ده مذكور ليك صحيح. أنا معرفش يعني اللي مصر لا أحسن نصر سياسي، لا مش نصر سياسي، لا ده النظام ساعتها كان بيجمل وجهه، أنت بالفعل أوقعت إمبراطوريتين وبالتالي ساهمت في شكل النظام الدولي الجديد ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتستطيع إن شاء الله أن أنت يكون لك إسهامك إن شاء الله في المرحلة الجاية بكثير مش بقليل، بكثير من التعب والجهد والدأب والسهر والاعتماد على الناس اللي فاهمة، على الناس المتخصصة، على الناس اللي عندها خبرات حقيقية، على الناس اللي عندها علاقات حقيقية. وكل اللي أشرت ليهم دول أعتقد أن حين تناديهم مصر أكيد. لن يتأخروا عن تلبية ده، وهو ده اللي احنا بنأمل ليه في الوقت الحالي، أن احنا نستثمر عقولنا ونستثمر إمكانياتنا في شتى المجالات عشان نقدر ننهض ونحل كل مشكلاتنا بإذن الله. إن شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ جميلة. يا رب دايما مصر جميلة وقادرة أنها تتخطى وقادرة أنها تكون في مصاف الدول المتقدمة بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأستاذ علاء عبد الوهاب رئيس تحرير كتاب اليوم، نورتنا يا فندم. ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل لقائنا مع حضراتكم. ومصر جميلة.